وتمكنت وحدات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد مقاتلة التحالف من تحقيق انتصارات جديدة في ميمنة جبهة نهم، حيث سيطرت على جبل دوة الاستراتيجي. مراسلنا محمد القليصي كان هناك ووافانا بهذا التقرير. مشاهدين الكرام، نحن الآن في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، في هذه الجبهة التي دارت فيها معارك شرسة بين مقاتلي الجيش الوطني وبين ميليشيات الحوثي والمخلوع خلال اليومين الماضيين. تمكن الجيش الوطني من التقدم والسيطرة على العديد من المواقع والتباء، وما زالت المعركة مستمرة. معنا هنا العقيد محمد المرهبي، قائد الكتيبة الأولى في اللواء 310 الذي كان له الدور الأبرز في هذه المعركة، سيحدثنا عن سير هذه المعركة وما هي مآلاتها في هذه اللحظة. بحمد الله وفضله ومنه، من علينا بالنصر العظيم الذي من خلاله تم تحرير عدة جبال هامة واستراتيجية حاكمة في مديرية نهم، منها جبل بادين وجبل النخش وجبل حلبان وكثير من التباب، تبت رشحة وتبت السفينة، وتب أخيرا اليوم هذا في هذه الساعات وفي هذه اللحظات تبت دوة والمطلة على سد ضبوعة. وبهذا يحدث أهمية كبيرة بارتباط الجبهة بجبهة الغيل الجوف والانتقال من مديرية نهم إلى مديرية أرحب في الساعات القادمة بإذن الله. طيب، سمعنا عن سيطرة الجيش على العديد من مخازن السلاح من ضمنها صواريخ وذخائر، تحدثنا عن هذه المخازن وكيف تم السيطرة عليه؟ بعد فرار العدو وسقوط الكثير من العشرات المئات من القتلى ودحرهم وفرارهم، تم الاستيلاء على مخازن، منها صواريخ حرارية وصواريخ موجهة إيرانية ومخازن للذخائر وأربعة أطقم وعيار 23، ثلاث قناصات 23، وكثير لا أستطيع حصرها في هذه اللحظة. طيب، هذه المعركة الآن ماذا تعني؟ نسمع أن جبهة المصلوب والغيل في هذه المنطقة التي بعد هذه التباب التي تم السيطرة عليها، يعني هل يعني أن الجبهة التحمت بجبهة الجوف؟ قريبا إن شاء الله، قريبا في الأيام القادمة بل في ستلتحم الجبهة بجبهة الجوف عبر الغيل مع هران سنوان، ومن ثم أيضا الالتحام بنقيل بن غيلان والتوجه نحو العاصمة صنعاء. أين تقع مديرية أرحب؟ يعني هي هنا تقريبا في هذا الاتجاه، لتوضح لنا أين تقع تحديدا؟ تقع بالبعد 6 كيلومترات من هذه التبة التي أمامنا. هل تعني هذه التبة نهاية السلسلة الجبلية في نهم اللي تبدأ بعدها جبال أرحب؟ نهاية بعدها قرية واحدة اللي هي قرية قطبين، ثم الدخول في مديرية أرحب. إذن كما لاحظنا مشاهدينا الكرام، المعركة مستمرة والانتصارات أيضا مستمرة. تمكن الجيش من السيطرة على هذه الجبال وهذه السلسلة الجبلية الممتدة، وفي آخر الجبال من اتجاه مديرية أرحب ستستمر هذه المعركة، وربما نعرف أو نسمع ونتابع خلال الأيام القادمة انتصارات جديدة. محمد القليصي لقناة سهيل الفضائية من ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.